مرحبا بكم في رحلة مدينة إسكي شهير، واحدة من أجمل وأمتع الرحلات التي يمكنكم القيام بها في تركيا. سنأخذكم في رحلة تاريخية وثقافية ومغامرة في مدينة إسكي شهير. سنزور معكم بعضا من أهم وأجمل المواقع السياحية والتاريخية في مدينة إسكي شهير ومحيطها. سيقوم سائقنا باصطحابكم من الفندق صباحا، الانتقال بواسطة سيارة خاصة والتوجه إلى مدينة سوغوت، وهي مدينة تاريخية تعتبر مهد الدولة العثمانية. نتوجه لزيارة ضريح الغازي أرطغرل، والد الغازي عثمان، وهو مؤسس الدولة العثمانية. ستتعرفون على تاريخ وشخصية هذا البطل العظيم. نتجه بعدها إلى مدينة إسكي شهير، ونقوم بأولى نشاطاتنا، نتجول بالقارب ضمن النهر، وهو نهر يمر وسط المدينة ويعتبر من أهم معالمها. ستستمتعون بالمناظر الطبيعية والمعمارية للمدينة من على متن القارب، وسترون بعضاً من الجسور والمنتزهات والمساجد والمتاحف التي تزين النهر. نتجه بعدها إلى قصر ساندريلا، وهو قصر يشبه قصور الحكايات والأحلام. سترون كيف تم بناء هذا القصر على شكل قلعة ملونة ومزخرفة، وكيف يحتوي على أجنحة وغرف وصالات مختلفة. نتوجه بعدها إلى سازوفا بارك، وهي حديقة عامة تعتبر من أكبر الحدائق في تركيا. ستستمتعون بالمساحات الخضراء والزهور والنباتات والأشجار التي تملأ الحديقة. زيارة سفينة القراصنة، وهي سفينة ضخمة تشبه سفينة القراصنة الشهيرة. ستصعدون إلى السفينة وستتجولون فيها، وسترون كيف تم تصميمها وتجهيزها بالأسلحة والمدافع والأعلام والجماجم. ستتعرفون على تاريخ وحياة القراصنة، وستشاهدون بعضاً من القطع النقدية والمجوهرات والكنوز التي تملأ السفينة. زيارة منازل أودون بازاري، وهي منطقة تاريخية تعتبر من أقدم المناطق في مدينة إسكي شهير. ستتجولون في شوارعها الضيقة والمرصوفة بالحصى، وسترون كيف تم بناء البيوت والمحلات والورش على الطراز الأناضولي والعثماني. بعد نهاية الجولة، سنقوم باصطحابكم مرة أخرى إلى مقر إقامتكم في الفندق، مع تمنياتنا لكم بقضاء جولة ممتعة لن تنسوها. شكراً لاختياركم رحلة مدينة إسكي شهير، ونتمنى لكم يوماً سعيداً. تور 34، رحلات إسطنبول.